يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله الحديث، فهل هذا يعني أن الله له ظل؟ الصحيح أن الله ليس له ظل سبحانه وتعالى، ومعنى هذا الحديث سبعة يظلهم الله في ظله فسره حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم يظلهم الله في ظل عرشه، وليس المقصود بظله ظله هو سبحانه، لأنه ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، ليس فوق الله شيء ليكون لله ظل جل وعلا، وإنما المقصود بظله ظل العرش، وليس ظل الصفة وإنما ظل الملك هنا، في ظله الذي يملكه لا ظله الذي له، فليس الظل صفة لله تبارك وتعالى، وإنما المقصود ظل العرش. فقول سبعة يظلهم الله في ظله أي في ظل عرشه كما جاء مفسرا في حديث آخر.